تنضم إلينا من القدس المحتلة زميلة دانا أبو شمسية مراسلة القاهرة الإخبارية. دانا أهلا بك، وربما هي المرة الأولى التي يحصل فيها المقاومون الفلسطينيون على هذا العدد الكبير من الأسرى الإسرائيليين، بالتالي ما موقف الداخل الإسرائيلي فيما يحدث الآن خاصة مع هذا العدد الكبير سواء من القتلى الإسرائيليين أو من الأسرى الإسرائيليين؟ نعم، بعد التحية، هذا هو يعني رد الفعل الأولي للمنظومة الأمنية العسكرية التي أبدت إعجابها من تنفيذ هذه العملية التي وصفتها بالاستباقية والهجومية، وكانت في طبيعة الحال في أول تبريراتها تقول أن إسرائيل لم تنفذ أي عملية عسكرية ضد أهداف إسرائيلية، ولكن فوجئت فجر السابع من أكتوبر بتنفيذ هذا الهجوم برا وبحرا وجوا. نتحدث أنها ربما من الحرب العام 73 وحتى اليوم لم تسقط هذه الإصابات والقتلى في صفوف جنود الاحتلال ومستوطنيه، وأن هذه المرة كانت مدروسة جيدا. وحسب المنظومة الأمنية العسكرية هنالك إخفاق، وكان قد أقر الجيش الإسرائيلي أو حتى وزراء كانوا قد ألقوا في هذا العتاب والمشادات الكلامية لوزراء آخرين مسؤولين عن المنظومة الأمنية العسكرية في داخل دولة الاحتلال بأن الشباك الإسرائيلي لم يكن لديه أي استخبارات معلوماتية حول نية فصائل المقاومة الفلسطينية في تنفيذ أي هجوم على إسرائيل أو على الأراضي المحتلة. نتحدث أن هيئة البث الرسمية كانت قد تحدثت رسميا عن وجود 300 قتيل في صفوف المستوطنين، ما بين مستوطنين وما بين جنود الاحتلال. التقديرات الإسرائيلية في بداية الأمر كانت تتحدث عن 50 أسير أيضا ما بين المستوطنين والمستوطنات وما بين جنود الاحتلال، وهذا ما أكد صالح العروري بقوله بأن هنالك تمكن الفصائل أو فصائل المقاومة من أسر يعني قادة كبار وضباط كبار في جيش الاحتلال الإسرائيلي. حصيلة كل هذه الاعتداءات أو حتى يعني القتلى في صفوف المستوطنين، نتحدث عن 3 من المسؤولين رفيعين المستوى في المستوى السياسي أو حتى على مستوى المجالس الإقليمية، والذي أعلن عن مقتل رئيس المجلس الإقليمي في مستوطنات غلاف غزة ورئيس بلدية إسرائيلي، ونتحدث عن أيضا ثالث إسرائيلي برتبة الكولونيل. كل هذه يعني الدلالات تشير أن هنالك إخفاق أمني عسكري استراتيجي تكبدته إسرائيل نتيجة أفعالها واعتداءاتها المستمرة على القدس المتمثلة في المسجد الأقصى المبارك تزامنا مع الأعياد اليهودية. حتى اللحظة ونحن نتحدث نسمع صدى أصوات انفجارات وترددات وطائرات حربية تحلق في سماء مدينة القدس، على الرغم من أنه منذ ساعات عصر اليوم لم تسمع صفارات الإنذار في مدينة القدس، ولكن دوي الانفجارات بات يسمع بشكل واضح في مدينة القدس، وهذا يدلل أيضا بأن هنالك فشل في منظومة القبة الحديدية لاعتراض هذه الصواريخ، وأن هنالك استهداف مباشر إلى مناطق بعيدة المدى عن قطاع غزة، وأن الأمر ليس مقتصر فقط على مستوطنات غزة. دانا، هل يمكن أن تحددي لنا المكان المستهدف الآن بهذه الضربات في داخل القدس؟ نعم، الإعلام الإسرائيلي تحدث في خبر عاجل قبل دقائق بأن هنالك استهداف متواصل من قبل فصائل المقاومة الفلسطينية برشقات صاروخية تصل إلى وسط البلاد وإلى جنوبها، يعني ذلك وسط البلاد يعني تل أبيب، وهنالك استمرار للرشقات الصاروخية التي تصل إلى وسط تل أبيب كتل أبيب وإلى مناطق يعني أخرى في تل أبيب، يقصد فيها إلى مناطق يافا وكذلك مناطق المثلث الداخل الفلسطيني. تم وصول وإسقاط صواريخ فيها من المقاومة الفلسطينية وتحديدا في منطقة باقة الغربية. عدا عن ذلك، مدينة القدس تعرضت إلى العديد من الرشقات الصاروخية. الإعلان الرسمي كان قد تحدث والبيان الرسمي كان قد تحدث عن 7 ضربات تلقتها مدينة القدس من الرشقات الصاروخية، وأن هنالك 9 إصابات من بينها 7 إصابات خطيرة تم نقلهم إلى مستشفى هداسة عين كارم في القدس. ولكن على أرض الواقع كما ذكرت، هذه الضربات وهذه الرشقات أكثر بكثير. نتحدث أن الاستهداف الأول كان متركز على مستوطنات جنوب القدس المحتلة، وسقطت هذه الصواريخ بالقرب من مستوطنات
مواطنة فيلو بالقرب من حاجز النفق، هذا الحاجز الذي يفصل القدس عن الضفة الغربية وتحديدا بيت لحم، لذلك تم إغلاق هذا الحاجز أمام الفلسطينيين، ومن ثم كان هنالك استهداف إلى مستوطنات شمال القدس وحتى شرق أهنة. دانا، هل هذه المناطق الآن هي ربما تتعرض لأول مرة للصواريخ، صواريخ الفصائل الفلسطينية؟ يعني السؤال، هل وصلت مدايات هذه القذائف إلى أبعاد أو إلى أماكن لم تصلها من قبل؟ دعنا نقول أن التقديرات الأمنية العسكرية تقول، وحتى يعني تصريحات القادة في فصائل المقاومة قالوا بأن مدى الصواريخ اليوم وصل إلى 40 كيلومتر في داخل عمق الأراضي الفلسطينية، هذا يعني وصول وتأكيد وصول هذه الرشقات الصاروخية كما ذكرنا إلى عمق تل أبيب وإلى القدس المحتلة. هذه ليست المرة الأولى التي تصل فيها هذه الصواريخ إلى تلك المناطق، ولكن اللافت هذه المرة أنها بدأت هذه الضربات من هذه الأماكن. دائما ما يكون هنالك تهديد من قبل فصائل المقاومة أو تلويح بأنها ستقوم بقصف تل أبيب، وهي الورقة الضاغطة التي عادة ما تستخدمها فصائل المقاومة الفلسطينية للضغط على الحكومة الإسرائيلية في حالات الكر والفر والتبادل للرشقات الصاروخية، ولكن هذه المرة بدأت هذه الرشقات الصاروخية في مستوطنات غلاف غزة، في تل أبيب وفي مدينة القدس، ولهذا دلالات يعني تؤكد على مدى إمكانية فصائل المقاومة في تطوير معداتها وعتادها على الرغم من الحصار المفروض على قطاع غزة، وبأنها قادرة على إيصال إسرائيل والتوصل والوصول إلى إسرائيل في عقر دارها كما تقول هذه البيانات الإسرائيلية، التي يعني استفزها هذا الأمر في طبيعة الحال بأنه تم إطلاق النار على تل أبيب والقدس. عدا عن ذلك دعنا ننوه أن على التطورات الميدانية في هذا الخبر العاجل ما زالت الاشتباكات متواصلة ما بين مسلحين فلسطينيين من فصائل المقاومة الفلسطينية، تمكنوا من اجتياز الحدود وتمركزوا في العديد من مستوطنات غلاف غزة حتى هذه اللحظة، يعني نحن نقترب من 24 ساعة وهؤلاء المقاومين يستمرون في هذا الاشتباك من نقطة صفر. نتحدث أن هنالك مفرق صوفا وأيضا هنالك كيبوتس حولوت في مناطق غلاف غزة، مستمرة هذه المواجهات. لربما سيطرت فصائل المقاومة على مركز شرطة في الديروت، كان من أبرز أيضا سمات هذه الحرب أو هذه وهذه الصورة دانا الآن تأتينا من الديروت أيضا لمضادات ربما لطلقات صاروخية، ربما لا نعلم يعني شكل هذه الطلقات الآن، لكن على ما يبدو أنها مضادات أرضية لما تواجهه الديروت ربما من رشقات فلسطينية. نعم، يعني الديروت هي في مرمى صواريخ المقاومة منذ اللحظة الأولى، ولربما أكثر الحالات التي تم تسجيلها ما بين قتلى ومصابين كانت في هذه المستوطنة المستهدفة. وعلى الرغم من كل هذا وبالإضافة إلى هذا، نحن نتحدث عن تمكن شبان فلسطينيين من يعني السيطرة على مركز شرطة في صديروت، وهذا يعني لافت في هذه المرة هذه السيطرة الفلسطينية على مناطق إسرائيلية. نتحدث أن هنالك تمكن الفلسطيني من المكوث في هذا المركز الشرطي ساعات طويلة، قبل فقط أقل من ساعة لجأت إسرائيل إلى استخدام الجرافة لإزالة مركز هذا الشرطة بسبب مكوث الفلسطينيين فيه، ولكنها تفاجأت من قدرة وتمكن الفلسطيني الأخير الذي بقي في هذا المركز الشرطي، تمكن من الانسحاب لتعاود هذه البيانات تحديث قولها بالقول بأنها تمكنت فيما بعد من الوصول إلى الفلسطيني الذي كان هناك، وقالت بأنه على التقديرات الأمنية العسكرية تم قتل 200 فلسطيني فقط في المناطق وفي مستوطنات غلاف غزة الذين كانوا في اشتباك مسلح مباشر مع عناصر أمن إسرائيليين. عدا عن ذلك الديروت كما ذكرنا هي من المناطق الواقعة تحت القصف الصاروخي، والآن كما ذكرت صفارات الانذار تضوي في وسط البلاد، نتحدث عن المناطق القريبة في المركز الوسط ومنها تل أبيب وما إلى ذلك، وعن الجنوب هذا يعني مستوطنات غلاف غزة وزديروت، وهذا يعني أيضا بئر السبع. ويعني اللافت في هذه المرة أيضا هي الالتفاف الفلسطيني حول هذه هذا رد الفعل دعنا نقول الفلسطيني حول اعتداءات الاحتلال، متمثل باستمرار المواجهات منذ ساعات الصباح الباكر في عديد من الأحياء والقرى الفلسطينية المقدسية في الضفة الغربية.
السعودية وفي النقب في الداخل الفلسطيني، هذا الداخل المستولى عليه منذ عام 48، خرج شبان هناك غاضبين ثائرين رافعين للعلم الفلسطيني إسنادا للمقاومة في قطاع غزة. دانا، ربما سياسيا الآن هناك كلام عن التحامات لبعض الأحزاب السياسية الإسرائيلية في حكومة نتنياهو. بني جانتس زعيم حزب الوحدة يتحدث عن الدخول في حكومة طوارئ مثلا. هل هذا الوضع الآن سياسيا على الأقل سيدعم نتنياهو على الأقل مرحليا، سيعيد لحمة بعض الأحزاب الإسرائيلية، أم أن ذلك ربما سيكون مستبعدا لهذا الفشل الاستخباراتي والأمني؟ دعنا نقول أن اليمين المتطرف وحتى اليسار الإسرائيلي حاول تصدر هذا الموقف اليوم بالوقوف بجانب بعض البعض، المعارضة واليمين المتطرف لمجابهة ومحاربة الإرهاب على حد تعبيره. وهذا ما قاله يائير لبيد أو بني جانتس في تصريحاته منذ الساعات الأولى لعمليات إطلاق هذه الرشقات الصاروخية. ولكن يعني وسط كل هذه الكلام المعسول الذي يحاول فيه كل جانب استلطاف واستقطاب الشارع الإسرائيلي، كان هنالك حضور للبيد في المشاورات الأمنية وقال بأنه جاهز للالتفاف ويعني تشكيل وحدة مع بنيامين نتنياهو لدحض الإرهاب. ولكن رد بنيامين نتنياهو كان القول الفصل بقوله بأن في الحرب لا يحبذ أن يتكلم عن الأمور السياسية الإسرائيلية، وكأنه يرفض دخول المعارضة الإسرائيلية أو اليسار الإسرائيلي في تحالف معه. وبعد الاجتماع المجلس الوزاري المكبر الذي استمر ساعات تغيرت هذه الأقوال، وقال بنيامين نتنياهو وحتى جانتس ولبيد كان قولهم مغاير بقولهم بأنهم مستعدين للذهاب إلى حكومة وحدة وطنية لحماية إسرائيل من هذه الحروب، وبأنها جاهزة للقضاء على الإرهاب، وبأنها تدعو فئة الاحتياط من جيش الاحتياط إلى ضرورة الالتزام بالتدريبات العسكرية أو الأوامر العسكرية الصادرة من الجيش الإسرائيلي ورئيس أركان جيش الاحتلال، وذلك بعد إعلان قوة الاحتياط رفضها القاطع لإتمام التدريبات العسكرية أو حتى الاستمرار في خدمة عملهم نتيجة الإصلاح القضائي في إسرائيل. وهذه الإشكالية الأخرى دانا في الواقع، يعني هذا يأتي في توقيت حاسم في داخل الجيش الإسرائيلي وفي داخل تشكيلته خاصة من قوات الاحتياط. هل يمكن للجيش الإسرائيلي في هذه الحالة أن يستدعي عددا أكبر؟ هو يريد هذا العدد بالفعل لإعادة نشره في المناطق التي يعتقد أنها تحت سيطرة فلسطينية لأول مرة؟ نعم، منذ ساعات الصباح الباكر الجيش الإسرائيلي كان قد أعلن عن إرسال وحدة النخبة إلى مستوطنات غلاف غزة لمساندة عناصر الأمن الاحتلالية الموجودة هناك للدفاع عن هذه المستوطنات ولإطلاق النيران على الشبان الفلسطيني الذين تمكنوا من الدخول إلى مستوطنات غلاف غزة. ومن ثم كان الحديث أن هنالك تجنيد لكل فئات الاحتياط، وهذا ما أعلنه إتمار بن غفير سواء على مستوى السلك الشرطي وهو المسؤول عنه في طبيعة الحال كونه وزير الأمن القومي الداخلي الإسرائيلي، بأنه سيكون هنالك تعزيزات شرطية وبأن سيكون هنالك صلاحيات مفتوحة تعطى للشرطة الإسرائيلية للتعامل مع الأمور في حالة الحرب هذه التي كان قد أعلنها أيضا إتمار بن غفير وبنيامين نتنياهو. كذلك الحال الجيش الإسرائيلي كان قد قال بأن هنالك يعني قوات عديدة ونشطة تنشط في المكان في حدود غزة وفي المستوطنات في تل أبيب والقدس، ولكن سيتم إمداد من 4 إلى 5 وحدات إضافية احتياطية من قوات الاحتياط في جيش الاحتلال في كافة مكوناته ومكنوناته للدفاع والوقوف بجانب القوى العاملة الإسرائيلية. هذا يعني تكلفة مادية أيضا وعبء مادي وتدريبات عسكرية وكل هذه الأمور التي تكبدها الحكومة الإسرائيلية للجم ما جرى اليوم ولإعادة قوة الردع التي بددتها المقاومة الفلسطينية اليوم، وهو يعني الدافع الوحيد الذي يراها المحلل هنا سواء الإسرائيلي أو الفلسطيني لنية نتنياهو في الذهاب إلى حرب مفتوحة موسعة في قطاع غزة. ويبدو أن الزيروت أيضا الآن زميلتي دانا أبو شمسية تتعرض لرشقات صاروخية.
في مثل هذه الحالة يعني وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت قال إن هناك حالة طوارئ ستشمل كل أنحاء إسرائيل، هل هناك ملامح لتطبيق هذه حالة الطوارئ أم أن الأمر مبكر أم أن ربما الطوارئ يعني بدأت بالفعل بطبيعة هذه الرشقات الصاروخية؟ في بداية الأمر في الساعات الباكرة وعند الحديث عن عشرات القتلى فقط كانت حالة الطوارئ قد أعلنت فقط في مستوطنة غوش دان وهي المستوطنة في تل أبيب ومستوطنات القدس حيث سقطت الرشقات الصاروخية السبعة التي تحدثنا عنها، وكانت قد أعلن حالة الإضراب أو حالة الطوارئ أيضا في مستوطنات غلاف غزة. ومن ثم عندما زاد عدد القتلى والمصابين واستمرار هذه الرشقات الصاروخية كان يؤاف جالانت قد أعلن حالة الطوارئ في جميع البلاد. ماذا يعني هذا؟ هذا يعني أن يوم غد هنالك تعطيل العملية التعليمية، هنالك تعطيل الأعمال والأشغال ويعني كافة مناحي الحياة، بل وطالب من المستوطنين وسكان المناطق، نتحدث عن المناطق القريبة من الحدود مع قطاع غزة، بضرورة الالتزام في منازلهم. وتم فتح الملاجئ في مدينة القدس وفي المناطق التي سقطت عليها الرشقات الصاروخية، بل طالب أيضا يعني سكان مستوطنة غلاف غزة الابتعاد عن الحدود مسافة تصل إلى 80 كيلومتر. هذه هي ملامح حالة الطوارئ المبدئية التي كان قد أعلنها يؤاف جالانت وزير الدفاع للحفاظ على أمن السكان كما قال، بل وطالب بأن يلتزم المستوطنون بكل هذه الإجراءات. ومن يتجول في شوارع مدينة القدس تحديدا، يعني قبل قليل كنت بالتجول في هذه الشوارع، هي خالية وكأنه إضراب عام يشل مناحي الحياة. من الجانب الإسرائيلي هنالك خوف لدى المستوطنين، وهذا ما لمسناه في الشوارع من الخروج إلى الشوارع خوفا من سقوط صواريخ. أما الجانب الفلسطيني فهنالك التزام بما صدر عن القوة الوطنية من محافظة القدس بضرورة الالتزام بالإضراب الشامل، يعني دعما وإسنادا لفصائل المقاومة وحدادا على أرواح شهداء قطاع غزة. وهناك بالفعل أيضا في المقابل شركات طيران دولية أوقفت رحلاتها إلى مطارات إسرائيل كالطيران الفرنسي مثلا. لكن على مستوى قوات النخبة دانا، هناك قتل لقائد لواء نحال يوناثان شتاينبرغ، وهناك أسر ربما لقائد لواء العمق الإسرائيلي الجنرال نمرود علوني. على المستوى النوعي هناك أسرى نوعيون في هذه الحالة، ليسوا مجرد جنود قتلا أو أسرا إسرائيليا، وفي هذا رتق كبير لقوات النخبة الإسرائيلية. يعني كيف يعتقد الجيش الإسرائيلي أو حتى على الأقل وسائل الإعلام الإسرائيلية عن نوعية ما يحدث الآن لقادتها العسكريين سواء أسرا أو قتلا؟ دعنا نقول أن المستوى الرسمي السياسي لم يصرح بعد بوجود رهائن إسرائيليين يعني في مناصب رفيعة المستوى. كل ما يتم تداوله هو من مصادر فلسطينية أو ما صدر من الإعلام العسكري لحركة حماس أو لفصائل المقاومة الفلسطينية، التي أكدت بأن هنالك ضباط كبار في السلك الشرطي أو حتى جيش. لكن على الأقل مقتل لواء نحال جاء بناء على معلومات من مصادر إعلامية إسرائيلية. صحيح، هذا ما كنت أود استكمال هذا الحديث فيه، بأن هؤلاء القتلى الثلاثة رفيعي المستوى التي ذكرناهم، سواء رئيس بلدية إسرائيلية، رئيس المجلس الإقليمي أو الكولونيل، كل هذه الحالات لربما البعض يذهب في التحليلات وخاصة وسائل الإعلام العبرية حتى قالت بأنه هنالك تعتيم إعلامي إسرائيلي على عدد القتلى وعلى هوية القتلى، وذلك لعدم بث الخوف في نفوس المستوطنين، وبأن إسرائيل تعمل جاهدة على الحفاظ على أرواح سواء جنودها أو مواطنيها على حد تعبيرها. لذلك التقديرات تقول بأن هذا الأخير الكولونيل كان قد يعني لقى حتفه وتوفي وقتل نتيجة اشتباك مسلح مع الفلسطينيين المتواجدين في المستوطنات في غلاف غزة. هذا يعني بأن هذا الحدث بدأ منذ ساعات الصباح الباكر، وهذه المواجهات كانت على أشدها في ساعات الصباح الباكر، ولكن ربما كان هنالك تعتيم إعلامي وهو الأسلوب والنهج التي تعتمد الحكومة الإسرائيلية عادة في الحديث سواء عن
الصفات يعني لقتلاها أو حتى أعدادهم كما ذكرنا للحفاظ على الصورة التي تحاول الترويج لها بأنه الجيش الذي لا يقهر، وبأنها تتعامل بالأمر بأنه تم إيجاد بديل لهذا القتيل وسيعمل جاهدا على مواصلة العمل لمجابهة الإرهاب. هذا ما قالته وكل ما قالته وسائل الإعلام العبرية عن هذا. لكن اللافت دانا أن نتنياهو في كلمته حمل حركة حماس مسؤولية سلامة كل رهينة إسرائيلية، وكأنه يعترف ضمنيا بوجود أسرى إسرائيليين لدى حماس أيا كان العدد، لكن هناك أسرى. صحيح. وبالتالي هناك ربما يعني سؤال حول ما الذي يمكن أن تفعله إسرائيل في اجتياح غزة هذه المرة إذا كان لديها أسرى في داخل غزة، فكيف يمكن إذن أن تضمن سلامتهم إذا استهدفت بشكل عشوائي مبان في قطاع غزة؟ نعم أحمد، يعني في بداية الأمر كان هنالك رفض تام من الجيش الإسرائيلي للحديث حول الرهائن الإسرائيلي أو الأسرى الإسرائيليين. فيما بعد في ساعات متأخرة تقريبا في تمام الساعة 4:45 عصرا تم الإفصاح رسميا في بيان للجيش الإسرائيلي بأن أقر بأن هنالك أسرى ورهائن ومحتجزين من صفوف مجندي ومن صفوف المستوطنين، ولكن دون إيضاح أي معلومات سواء عن العدد أو حتى عن هوية هؤلاء المخطفين من مستوطنات قطاع وغلاف غزة. لذلك الجيش الإسرائيلي حاول مرارا وتكرارا يعني حفظ هذا السر، ولكنه فيما بعد أفصح عن هذا السر وأقر بوجود رهائن هناك. هنالك رأيين في هذا الموضوع، وسؤالك يجزأ إلى جزئين. المحلل العسكري الإسرائيلي يقول بأن إسرائيل يمكن أن تذهب إلى اقتحام عملية عسكرية برية لتحرير الأسرى والرهائن الإسرائيليين، ولكن هذا سيكلف إسرائيل ماديا وسياسيا وأمنيا وعسكريا، والحديث عن مدى جهوزية إسرائيل لشن مثل هكذا غارات برية على أرض الواقع، ولربما تم ربط هذا القول بوجود ومشاهدة العديد من الدبابات في القرب من الحدود الشرقية من قطاع غزة. الرأي الثاني والتحليل الثاني الإسرائيلي يقول بأن نتنياهو سيكتفي بالرد على مواقع وأهداف تابعة لحركة حماس في قطاع غزة، ومن ثم تدخل التهدئة حيز التنفيذ، يتم التواصل إلى تفاوضات مع فصائل المقاومة الفلسطينية، تعطى هذه الفصائل بعض الامتيازات التي يحاولون ويطلبون فيها، ومن ثم يتم تحرير الرهائن والأسرى. ولكن في متابعة للوضع السياسي الفلسطيني، حركة أسر الجنود لدى فصائل المقاومة الفلسطينية هذا يعني الحديث عن تبادل أسرى، عن إفراج مشروط من قبل فصائل المقاومة الفلسطينية عن أسرى فلسطينيين أمضوا سنين طويلة في سجون الاحتلال أو ما زالوا محتجزين ولديهم أحكام في مؤبدات عالية، وهذا ما شاهدناه في تبادل صفقة شريط الذي كان محتجز لدى فصائل المقاومة الفلسطينية وتم تحرير مئات الأسرى الفلسطينيين في عملية التبادل. لذلك هنالك آمال أيضا كبيرة اليوم في الشارع الفلسطيني، وهو ما أثلج قلوبهم وأفراحهم بسبب يعني التلويح بعملية تبادل أسرى أو إفراج أو حتى تبييض السجون الإسرائيلية من الأسرى الفلسطينيين بسبب وجود أعداد كبيرة من المحتجزين الإسرائيليين.